احلى واطيب تحيه لكل المشاهدين، اسبوع جديد وحلقه جديده مهمه بايجابيتها من برنامج اسرار الفلك اونلاين المتجدد بكل اخباره الفلكيه المميزه. والخبر هو انه هالاسبوع تحديدا نهار الثلاثاء ب21 شهر رح ندخل ببدايه فصل الصيف، وكمان رح يكون حلو فصل الصيف. اليوم بدي احكي عن الاسبوع يلي ببلش ب18 حزيران وبينتهي نهار الجمعة 24 حزيران، وأكيد لكل اللي حابب يعرف أخبار ومعلومات فلكية شهرية أسبوعية أو يومية بتقدروا تشتركوا بالأس أم أس أو تتصلوا فينا على الأرقام الوردة بأسفل الفيديو. مثل ما صرتوا تعرفوا كل الفيديوهات الأسبوعية موجودة على ويب سايت السومرية. رجاء ما تنسوا تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر تحت وضغطوا على الجرس كمان، وبتمنى دعمكم للقناة. بالتوفيق يا رب للجميع شو ما كانت مشاريعكم. مولود الحمل، بالرغم من بداية فصل الصيف وانتقال الشمس لمواجهة برجك من السرطان، إلا أنه الجو الفلكي بعده عم يخدم مصالحك 100% وبيشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك، وكل المسائل المستعصية رح تكون سهلة. بتدعمك الكواكب من برجك وبتقدم لك خيارات جديدة وممكن يحالفك الحظ، خاصة نهار السبت مع وجود القمر بالدلو، حتى تنتصر على كل شيء بيزعجك وحتى تتغلب على النوايا السيئة. رح تكون انطلاقة مهمة مع نوعية فلكية دسمة، كل شيء جاهز، ما عليك إلا أنك تنظم جدول أعمالك. لكن بدك تنتبه من عمليات الغش والخداع بين الأحد والثلاثة مع انتقال القمر للحوت حتى يشكل مربع فلكي مع الشمس اللي عم تتنقل بدرجات الأخيرة من برج الجوزاء. بمواجهة برجك ثلاثة أيام ضغطين مزعجين، تضطر لتصحيح الأخطاء وبيصعب عليك اتخاذ القرارات المناسبة. هالأمر بخليك تعاني من فشل، خسارة، ارتباك، لكن بترجع بتتحسن الاجواء وبتختف العواصف الفلكيه الصعبه وبتحمل لك تاثيرات القمر يلي عم يتنقل ببرجك نهار الاربعاء والخميس، كمان بشكل مربع فلكي مع الشمس يلي بدورها دخلت لبرج السرطان. اجواء رابحه ممتازه، تحرك على كافه الامور، حتى الامور المستحيله رح يكون بانتظارك. تغيرات كثيره، اخبار ساره، انفراجات، حلحله على كافه المجالات بالامتحانات على انواعها، كان اكاديميا مهنيا. بتابع الحظ مع انتقال القمر للثور نهار الجمعه للبيت الثاني، بيت المال والربح والشهرة، وبيحمل لك معه أخبار مهمة، مسألة بيع أو شراء أو تحضير لمفاوضات أو نتائج امتحانات مهمة. عاطفيا رح يخيم الحب والود على هالاسبوع، ورح تعيش قصه حب مميزه تحت تاثير كوكب الزهره من برج الثور، وبتفرح لانفراج كبير، رح تكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحه. أما العازب رح ترتفع فرص التقارب، تشتد عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط أو التعبير عن حبك ونواياك الصادقة. مولود الثور عنده أجواء منعشة ومسلية رح ترافقك مع بداية فصل الصيف. انتقال الشمس لبرج السرطان الصديق بيكون مرحلة مهمة لك لتحضير بعض الملفات وللاستعداد للإنجازات الكبيرة. رح تكون أفكارك واضحة واستعداداتك أكبر، ممكن تقدم على دراسات مالية تحسم الأمور العالقة لمصلحتك. البداية نهار السبت وجود القمر ببرج الدلو، ما يعني أنه الحيوية رح تخف شوي، على الأرجح تتأخر تتعرق للنتائج. نهار بطيء فارغ من الطاقة، حافظ على هدوءك وما تتسرع وما تجازف بسمعتك حتى كمان ما تخالف التعليمات. لكن بالرغم من كل هالعواصف الفلكية الصعبة رح تتحسن أمورك لحظة وصول القمر للحوت ثلاثة أيام بين الأحد والثلاثة بشكل مربع فلكي مع الشمس من الجوزاء، بخليك تطوي صفحة وبتكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث بيساعدك وبيعطيك الدعم وبيسهل لك وبيسر امورك. رح تعرف تجارب مهنيه مميزه، وممكن تلاقي شخص بخليك تعيد دراسه حساباتك اكثر من مره، بتفوت بذكاء للعقود والمشاريع المهمه. لكن من المحتمل انه ترجع تشعر بضغط ثقيله وانتقال قمر نهار الاربعاء والخميس لبرج الحمل لاضعف نقطه فلكيه بالمواجهه لبرجك يلي بشكل عامل ضغط اضافي بخليك تدخل بدوامه، ومع بتضعف الفرص والحظوظ. لكن من جديد بيرجع الحظ حليفك مع انتقال القمر لبرجك نهار الجمعه، وبتنهي الاسبوع بانطلاقه مهمه، بتسمع اخبار حلوه، بتاخذ قرارات وبتبلش بادخال تغيير مهم على حياتك، سفر، ارتباط مهني، عاطفي، عقد عمل جديد. هالطوالع الفلكيه كلها بتدل على النجاح والانتصار. باختصار اسبوع مهم، انت على شط الامان. عاطفيا، شغف، اغراءات، جاذبيه، كاريزما وغرام من النظره الاولى هو عنوان هالاسبوع. اجواء مليانه بالحب والتقارب، بيعدك كوكب الحب يلي بعده عم يتنقل بدرجات الاخيره ببرجك، باوقات عاطفيه جيده، مشاريع جديده، بتستعيد المناخ الحلو وبتتلقى المفاجات المفرحه كخطوبه لحدا من ولادك او ولاده طفل بالعائله. العازب، رح يتلقى دعوات كثيره وممتعه وعروض مسليه، لازم تستفيد من كل لحظه. مولود الجوزاء،
رح يساعدك الحظ وبيرافقك من البيت الثاني من بيت المال والمكاسب مع انتقال الشمس للسرطان يلي بيقدم لك اجواء ممتازه وطاقه وفعاليه. رح تحصل على نتائج مرضيه لانك انت مقبل على فتره ممتازه وقويه مع نوعيه وقت جسم البدايه. وجود القمر بالدلو الهوائي الصديق نهار السبت بخليك تنطلق بصوره اكثر فعاليه وتسوي المسائل يلي كانت عالقه من فتره طويله. هالامر بخليك تدخل بمرحله سريعه جيده ومهمه، لكن رح تتبدل المعطيات مع انتقال القمر لمعاكستك من الحوت بين الاحد والثلاثة اللي يشكل مربع فلكي مع الشمس يلي بعدها عم تتنقل ببرجك. هالأمر بخليك تمرق بفترة دقيقة مزعجة بتشعر بنوع من الركود والجمود، نوع من تقل فلكي سلبي بحرك الأمور ضد معتقداتك. لازم تعالج الأمور الصعبة وأنه تتقبل المستجدات بروح رياضية. من جديد بترتفع المعنويات يومي الأربعاء والخميس مع انتقال القمر لبرج الحمل اللي يشكل مربع فلكي مع الشمس من السرطان. بتتصاعد الحظوظ وبتعطيك القوة والإرادة والقدرة على متابعة المشاريع يلي بتتعلق ببلد جديد بتسافر من أجله أو بتهتم بقضية إرث أو إجراءات إدارية بتتعلق بشأن عقاري. بتخف الحظوظ مع انتقال القمر للثور نهار الجمعة، بتهدى الأوضاع والإرادة وبتتزمر من تراجع بالعلاقات والأرباح والمعنويات. انتبه من التسرع والمغامرات الغير مدروسة حتى ما تضطر لقبول التنازلات والتسويات. أسبوع مميز بيحمل لك تأثيرات حلوة، كل الحظ معك. عاطفيا ما تتورط بامور منا مفيده بهالاسبوع الدقيق تحت تاثير كوكب الزهره يلي بعده عم يتنقل باخر درجات برج الثور المعاكس لحياتك العاطفيه والعائليه. منشان هيك من الضروري انك تكون هادي ومتروي قبل ما تقرر اي قرار مصيري. ما توضع شروط تعجيزيه بتعرضك لخيبات وبتبعدك عن الشريك. اما العازب من الممكن انه تكون الصدمات بالاراء هي استفزازيه وصداميه، يكون اكثر تسامحا وتعاطفا وحتى تفاهما. نوصل للسرطان اللي رح يطلع على مرحلة من الأعمال الكتيرة والتغيرات بالأفق المهني والمالي. رح تحمل لك الشمس يلي رح توصل لبرجك نهار الأربعاء قدر جديد وانعطاف وميول وشي جديد مغاير بكافة الميادين، من مهارة مهنية، نجاح أكاديمي، مكاسب وأرباح مالية. ممكن تقدم على مشروع مهم، مبادرات جيدة. كمان رح تتحسن العلاقات مع المحيط نهار السبت مع انتقال القمر للدلو ليعزز ثقتك بنفسك. بتقدر تتحدى الحواجز والعرائيل وبيوفر لك الطاقة والقدرات والظروف المهمة حتى تنتصر وتحصل على منصب مهم. تتابع الحظوظ مع انتقال القمر للحوت الأحد والثلاثة بين الأحد والثلاثة يلي بيحمل لك حظ كبير، بيقدم لك الكثير من النجاحات والحركة المضاعفة بحياتك المهنية والعملية. لكن رح تتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الحمل يومي الأربعاء والخميس، يومين من أعلى نقطة بالدائرة الفلكية بشكل مربع فلكي مع الشمس بتكون انتقلت لبرجك. مشان هيك مطلوب منك أنك تهدي الأوضاع وتدوزن الأمور المالية، وحاول أنك تنسحب من مكان بيهدد بالخطر وتجنب المواقف المتشنجة وابتعد عن الأضواء. فترة للهدوء للراحة فقط، ما تعقد الأمور. من جديد بيحالفك الحظ وبيدعمك مع انتقال القمر للثور نهار الجمعة، بيعطيك الدعم الحظ حتى تنفذ المشاريع وبمدك بالطاقة والعزيمة وبيبشر بنجاحات حتى تنطلق بمسيرة جديدة من التقدم. أسبوع زاهر بالحيوية والنشاط والاندفاع بيدفعك نحو القرارات الصائبة. عاطفيا بعد الامور العاطفيه عم تمشي بشكل جيد جدا. وجود الزهره ببرج الثور الصديق بقدم لك مشروع عائلي عاطفي مميز بناسب تطلعاتك المستقبليه. كمان بقدم لك احداث مهمه بتتعلق بحدا من الاولاد، نجاح خطوبه او ولاده طفل بالعائله. اما العازب بيعلو من كوكب الحب عن بدايه اشراق بحياتك ونجاح كبير بتحققه على صعيد شؤونك الحميميه. بنوصل لمولود الأسد يلي عنده أسبوع مهم جدا بيحمله فرص جيدة وبكون إلى الدور الأول بتحقيق النجاح وبتمشي أمورك بشكل جيد جدا. لكن بالرغم من كل هالإيجابيات ودعم كوكب المشتري لك من الحمل، إلا أنه ابتداء من هالأسبوع رح تدخل بمرحلة من الهدوء والترقب مع انتقال الشمس للسرطان لمعاكسة مع برجك، ما يعني أنه الحيوية رح تخف شوي ورح تتأخر الأمور وتتعرق للنتائج. مرحلة بطيئة فارغة من الطاقة. كمان ممكن تعيش نهار السبت بعض الغموض والتناقضات والعرائيل مع وجود القمر ببرج الدلو بمواجهة مع برجك. مشان هيك ما تعاند الأقدار. تتحسن الظروف مع انتقال القمر للحوت بين الاحد والثلاثاء. الاجواء ممتازه قويه، الحظ معك، امور مسهله وميسره. بتعطيك نوعيه وقت دسمه بتساعدك حتى توصل للاعلى القمم يعني.
بتابع الحظ طريقه مع وصول القمر لبرج الحمل الناري الصديق الاربعاء والخميس. بتقوى معنوياتك وبتقوى ارادتك وبتقرر انه تاخذ الخطوات المناسبه حتى تطلع منتصر من اي امتحان عم تمرق فيه. راح تزداد الاجواء قوه وبينعكس هيدا على نوعيه عملك وانتاجك وفعاليتك. لكن بعطلة الأسبوع رح يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر للثور نهار الجمعة. هالأمر بيخلق جو سلبي معاكس وغير مساعد إطلاقا، ما خليك تشعر بحساسية مفرطة. حاول إنه ما تهدم كل اللي سعيت له بالسابق. أسبوع حلو، حاول إنك تختار اليوم المناسب حتى تشتغل بطريقة مناسبة. عاطفيا ما تعلق أي أهمية على الشائعات أو المواجهات، ممكن تشعر ببعض الاستياء أو تعظم الأمور أو تعظم أخطاء الشريك. ما تتهرب من المواجهة وحتى ما تتعرض لبعض النزاعات والأجواء المتشنجة تحت تأثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من برج الثور، ما يجعل الخلافات العائلية والعاطفية قريبة، يعني المشكل دغري بيركب. أما العازب ممكن ما تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وهذا الأمر بخليك تلاقي حالك قدام استحقاق كنت خايف منه أو قدام مفترق طريق صعب. نوصل للعذراء يلي الطوالع الفلكية رح تكون أفضل بكتير من الفترة السابقة، ولا شك أنك عم تدخل ابتداء من هالأسبوع مرحلة مهمة بتحمل لك فرص مهنية مالية بتوعدك بشروط جديدة ومناسبة جدا، حتى مع انتقال الشمس لبرج السرطان الصديق يلي بخليك قادر على التحكم بالأمور، منفتح ومطمن على المصير. كمان بشير نهار السبت لوجود القمر ببرج الدلو، يعني لكتير من التطورات يلي بتقودك إلى تغيرات جذرية بتنطلق نحو صفحة جديدة ووضع أسس مختلفة لحياتك العملية. تختلف الأوضاع مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الحوت بين الأحد والثلاثة، بتتداخل الأمور مع بعضها وبتدخل بمرحلة هدوء تام ركود. نصيحة، خفف العناد والعدائية وخصص هالأيام لترتاح وتشحن حالك وتشحن نفسيتك بالطاقة الإيجابية. فترة ضاغطة مليانة بالمسؤوليات والانزعاج، من جديد بيرجع الحظ لجانبك وبتشعر بقوتك الأربعاء والخميس مع انتقال القمر للحمل، وبتكون الأبواب كلها مفتوحة قدامك. هيدا بيكون كمان انطلاق لمشروع جديد بتباشر مرحلة جيدة من الفرص والنجاح والتفوق المهني والعلمي. بتابع الحظ دورته وبيبرم الدولاب لمصلحتك مع انتقال القمر للثور نهار الجمعة للبيت التاسع. بيفتح قدامك مجالات حتى تتقدم، حتى تنفتح على السفر وحظوظك، وبتتوصل لإنجاز مشروع مهم وتحسين أوضاعك المالية والأرباح والمكاسب. وكل شيء أنت متوقعه ممكن توقع على عقد غير منتظر. أسبوع جيد بيحمل تطورات ونجومية ووعود كتير حلوة. عاطفيا بعده عم يبتسم لك الحب وبتاخد هدية جيدة منه بجاذبيتك وما إلى حدود، وبتشعر بالسعادة والارتياح مع وجود كوكب زهرة ببرج الثور يلي بيشكل طالع جيد معك وبيزيدك حب وحنين مع الشريك وبيشير لمشاريع مشتركة بيناتكم. أما العازب ممكن يستقبل الحب بروح إيجابية، بينتظر منك الحبيب مبادرة أو تحرك مهم تجاهه حتى تحدد موعد الخطوبة أو الزواج. ميزان، أسبوع الفرص اللي المفاجأة يلي بتحمل لك أخبار جيدة مع تواجد الكواكب المشتري والمريخ بالبيت السابع يلي بيفتح قدامك أبواب كانت مغلقة بتنطلق وبتتألق على الصعيد المهني، وبيحمل لك الحظ لمنعطف جديد لم تتوقعه. بالإضافة لوجود الشمس بالجوزاء والقمر ببرج الدلو نهار السبت بيخلي بداية الأسبوع بداية هوائية بامتياز، بتقدم لك مجال للوصول لحلحلة الأمور العالقة. أجواء مريحة، تقدم انفراجات أمور سهلة، بتتواصل المؤشرات الإيجابية كمان مع وصول القمر للحوت بين الأحد والثلاثة اللي يشكل مربع فلكي مع الشمس من الجوزاء. بتقدر تطلع على فترة حافلة بالمستجدات والأحداث الجيدة سواء على صعيد حياتك المهنية أو الشخصية، والتألق والانتصار المهني بيكون بانتظارك. لكن رح يتبدل المشهد الفلكي، بتتراجع الحظوظ وممكن تشعر بخيبة أمل نهار الأربعاء والخميس مع انتقال القمر لبرج الحمل ليشكل مربع فلكي مع برج خصمك اللي هو السرطان، ما يجعلك تعاني من صعوبة التواصل، ما تعاند وما تخلق من حولك أجواء سلبية. من جديد بيتحسن الوضع الفلكي مع انتقال القمر لبرج الثور نهار الجمعة يعني للبيت الثامن، بيت تصحيح الأخطاء وبيت الدبلوماسية، بيت الأمور القضائية، ما يعني كمان أرباح وخطوات ومبادرات جيدة باتجاهك. بتتحسن أوضاعك المالية وبتوصل لمرحلة جيدة ومثمرة. أسبوع مهم بيدخل لحياتك الفرح والبهجة والسعادة وأبواب الحظ.
عاطفياً رح تلاقي السلام والانسجام بحياتك العاطفية والشخصية، وممكن تعلمك التجارب الكثيرة من دروس من السعادة والأمان تحت تأثير كوكب الزهرة المتنقل ببرج الثور، بخليك تنعم بأسبوع استثنائي بغير حياتك أو حياة حدا من الأولاد للأفضل بنجاح خطوبة زواج أو عمل جديد. أما العازب رح تخيم الرومانسية على علاقتك مع الحبيب وممكن تفكر جدياً بالارتباط. ألف مبروك. مولود العقرب رح ينسجم مع الأجواء المحيطة فيه وبيشعر أنه قادر على تحقيق كل رغباته وأهدافه مع انتقال الشمس لبرج السرطان. المائي الصديق بخليك تنطلق مع إصرار على النجاح، بتكون متفائل جداً مزود بحيوية كبيرة، لكن ممكن تواجه صعوبة بواقعية وبتتحكم بمصيرك مع أجندة واضحة بتزيد أو أنت بتريد أنك تنفذها. البداية نهار السبت وجود القمر بمواجهة برجك بتدلو بخليك تدخل بمرحلة ركود، نهار ضعيف مخيب للأمال، معقد، متعب، مليان بالتوتر والمسؤولية. تحاول أنك تتجنب حسم الأمور وتتجنب اللقاءات والمواعيد وما تترك مجال لسوء التفاهم أو التحديات أو الاستفزازات. تتحسن الأوضاع لحظة وصول القمر للحوت 100% لصالحك بين الأحد والثلاثة، يعني علاقة مهمة، علاقة مهنية، ارتباط عاطفي، اجتماعي، مصالحة، تسهيلات، حسم للأمور العالقة وأرباح. الأمر بخليك تستعيد الثقة بحالك. تتابع الحظوظ وبتنشط الحركة الفلكية تحت تأثير القمر من برج الحمل الأربعاء والخميس، يومين حلوين بيزيدوك معرفة وبيعطوك فعالية، لكن ممنوع الإهمال لأن نوعية الوقت مهمة جدا، حاول أنك توظفها حتى تنهي أعمالك الصعبة. أيام مهمة بتبشر بتقدم إنتاجية، معنويات مرتفعة جدا، لكن بالرغم من كل هالأجواء الإيجابية بدك تنتبه لأن رح تختلط عليك الأمور نهار الجمعة مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الثور، وبيعني نهار متعب فيه ضغوط. ما تنجرف وراء انفعالاتك وما تضعف، وحاول انه تخفف الافكار السلبيه وحساسيتك المفرطه وما تعرض صحتك للاذى وما تمشي عكس التيار. الوقت ثمين، ما تضيع الوقت بالمواجهات والتقلبات والمتاهات. عاطفيا بعد شوي كوكب الزهرة عم بيتنقل بموقع فلكي سلبي وجارح لمشاعرك من برج الثور، بسبب لك سوء تفاهم، تراجع بالعلاقة مع الشريك، بدعيك للتمسك بعلاقتك الحالية شو ما كثرت الضغوطات أو المشاكل. أما العازب بميل لتضخيم الخلافات، حاول أنك تخفف التوتر والانتقادات الجارحة وأنه تسيطر على انفعالاتك. مولود القوس رح تتبدل مواقع الكواكب بهالأسبوع وبتشعر أنه عليك التحرك بسرعة حتى تعود عن التأخير السابق، بحيث رح تدعمك تأثيرات الشمس من برج السرطان، المشتري والمريخ من برج الحمل الناري الصديق. هالأمر بخليك تستعين بخبرات ماضية لكن ما ورح تتوقع كمان على نجاح كبير وإنجاز بيرضي غرورك. كمان توقع أنه نهار السبت مع وجود القمر بالدلو رح يحصل تغيرات أساسية بمجال مهنتك، وبتنعم بالارتياح والنجاح والثقة وبالمعنويات مرتفعة جدا، وبتلاقي حالك وسط أشخاص متفاهمين. لكن حاول أنك تركز تنظم أمورك أكثر بين الأحد والثلاثة مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الحوت يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من الجوزاء، يلي بيسبب لك تراجع بالمقاومة الجسدية والمعنوية. حاول أنك تتفادى التعب والإرهاق بالدرجة الأولى وتحمي استقرارك الصحي من التراجع. كمان عليك أنك تتحرك بحذر وذكاء حتى ما تصطدم بأشخاص نافذين بمسألة معينة. بتتحسن الظروف الأربعاء والخميس مع وصول القمر للحمل يلي بيقدم لك امتيازات كبيرة وحلول وخيارات نجاح، حظوظ، طاقات، نوعية وقت دسمة، ثمينة، ممتازة، شمسك مشرقة، الطقس الفلكي رائع، داعم وجيد جدا وإيجابي. لكن رح ترجع تخف الحظوظ مع انتقال القمر للثور نهار الجمعة، وبتدخل بمرحلة اهتمامات مهنية واحتمال انك تستلم ورشة شغل جديدة او تعديل بنظامك الغذائي والمهني. اسبوع نشيط لكن ما تحرق المراحل بتسرعك واندفاعك. عاطفيا رح تتعرف على حالك اكثر وتكون على موعد مع الحب، هالامر بخليك تخوض او تغوص ببحر من العواطف الكبيره والصاخبه مع وجود كوكب الزهره ببرج الثور يلي بيخدم اهدافك العاطفيه وبيسهل عليك اتخاذ القرارات ان لجهه المصالحه او لتلطيف الاجواء او ترميم بعض الروابط. اما العازب رح يستجيب لرغباتك كوكب الزهره بالتحديد والحب والغراميات ورح تبدا بقصه رومانسيه جديده. مولود الجدي بعد الأجواء العامة وعدي بناسبك تماما هالأسبوع وبيساعدك على تحقيق أمالك وبيفرض عليك وضع الأسس حتى
تبني عليها وتخطط للبعيد مع وجود القمر ببرج الدلو. بالبيت الثاني بيت المكاسب المعنوية، وبتكون انطلاقة مميزة ومهمة جدا، نشيطة فعالة منتجة، حتى تبحث الأمور والمسائل المهنية الشخصية وحتى المالية. بتتابع الأجواء الناجحة مع انتقال القمر للحوت بين الأحد والثلاثة بموقع فلكي ملايم ومناسب جدا، بتتحرك على نطاق واسع وكبير وعلى صعيد العلاقات العامة. بشجعك عزيزي الجدي على توسيع إطار التحرك والمساعي وتكثيفها، لكن ممكن تحارب على جهات عدة مع انتقال الشمس لمعاكسة برجك من السرطان، ومع تجمع الكواكب والقمر بالحمل المشتري والمريخ يومي الأربعاء والخميس بالبيت الرابع بيت الخدمات وترتيب الملفات المالية والقانونية، ممكن تواجه بعض الاحتكاكات وتتراجع معنوياتك وتعيش من بعض القلق على الصعيدين الشخصي والمهني. فترة منا مناسبة بتكثر فيها الضغوطات والمسؤوليات والإرباكات، خصص هالأيام للاستراحة وما تكون طرف بأي صراع. كمان عليك اتخاذ تدابير احترازية حتى تحمي مصالحك من التراجع. من جديد بتتبدل المعطيات لصالحك 100% نهار الجمعة مع انتقال القمر لبرج الثور، بتتحسن ظروفك على نحو واضح، بتنفتح قدامك مجالات جديدة وأبواب التقدم والنجاح والتفوق والتغيير والمصالحات وحتى المفاجآت الحلوة. عطلة أسبوع جيدة جدا وواعدة بكل جديد رغم المتطلبات العائلية ومتطلبات الأولاد والأهل والأعطال المنزلية يلي بتتعامل معها بانفتاح وهدوء وموضوعية. عاطفيا ممكن تعيش قصة حب جديدة بهالأسبوع يلي بيهتف له قلبك لشي جديد، بتسحر الآخرين بجاذبيتك، بتوزع الحب على المحيط، بتفيد حنان ورقة تحت تأثير الزهرة المتنقل ببرج الثور الترابي صديق. هالأمر بخليك تتقرب أكثر من الشريك، وكمان بتحمل لك للعازب أو فترة حلوة أخبار سارة، بتنفتح قدامك أبواب حتى تسهل لقاءاتك بشخص كنت عم تحلم فيه. مولود الدلو رح يبلش هالأسبوع بسعادة وبارتياح لسير الأمور، بتتعزز الثقة بالنفس وتتحدى الحواجز والعرائيل مع وجود القمر ببرجك نهار السبت يلي بشكل مثلث فلكي مع الشمس من برج الجوزاء، وبيوفر لك طاقة قدرات ظروف مهمة حتى تنتصر وتكون أنت المحرك الأكبر لكل المفاوضات والاتصالات إن كان على الصعيد المهني أو بحياتك العامة. بتتابع مسيرة التطور يلي بلشتها وبتكون متفائل جدا لسيما بين الأحد والثلاثة تحت تأثير القمر من برج الحوت من البيت الثاني بيت المال، نوعية وقت مهمة مناسبة حتى تبلش مرحلة جديدة من الاستثمارات والمبيعات والأجواء الجيدة حتى ترتب أعمالك وحساباتك المالية والمصرفية. تتابع الحظوظ مع وصول قمر للحمل الأربعاء والخميس يومين حلوين بشكل فيهم مربع فلكي مع الشمس من السرطان، ما يعني أنك رح تتفوق بمجال اختصاصك وبيع الصعيد المالي الصعيد الدراسي الأكاديمي، وبيكون الحصول على ميدالية أو جايزة، يعني الأبواب كلها مفتوحة حتى تاخد الانتصار الكبير، تتسلح بالمعطيات والعزيمة حتى تنتصر انتصار كبير. أيام مميزة جدا بتحمل لك هدية سميني، نوعية وقت غني دسمة حافلة، لكن رح تتبدل الظروف مع وصول أمر نهار الجمعة لبرج الثور، وبيكون التوتر واضح، بتكتر فيها السجالات والتحديات والانفعالات، بتشعر كأنه الحظ عم يتآمر عليك وممكن تفرض عليك شروط واتجاهات جديدة معينة ما بتقدر تجابها. حاول أنك تتفادى تقسيم الأمور، تبتعد عن التطرف. باختصار أسبوع مهم، نوعية وقت جيدة، بتتحرر من قيود شخصية ومهنية. عاطفيا بعدك عم تعاني من بعض الخيبة والتراجع بعلاقاتك العاطفية، وبتعيش أسبوع حذر جدا تحت تأثير كوكب الزهرة يلي بعده عم بتنقل بموقع معاكس من الثور، بيسبب لك خلافات ومواقف متشنجة عدائية. أما العازب ممكن يصير مشاكل عائلية شخصية من الداخل، بتوقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور. نوصل للحوت، أسبوع مهم جدا، بتكون مرتاح للمستجدات، مطمن على سير الأعمال، بتفاوض وبتتنقل من مكان لمكان لأفاق حلوة أمل جديدة. مع انتقال الشمس لبرج السرطان المائي الصديق بتتحمس كتير وبتكبر أمالك وطموحاتك، وبتشعر أنه قدراتك كتير كبيرة، بتحقق اللي بتريده وبتحقق أرباح. لكن بدك تنتبه من نهار السبت وجود القمر بمثلث فلكي مع الشمس من الجوزاء، وقتها بيكون القمر بالدلو طبعا بيكون في مسؤوليات جديدة، تعب شخصي ومعنوي، بتدخل بمرحلة متقلبة وضغوط متنوعة من الظروف، أمواج وعواصف كتير كبيرة. حضر حالك، احتمال أنه
بتواجه مد وجزر، لكن بتتحسن الاوضاع مع وصول القمر لبرجك بين الاحد والثلاثاء. ثلاث ايام حلوين رائعين ناجحين، بيحملوا لك بدايه لصفحه جديده، تغيير تقدم تطور وحمل جديده، كل الامور عم تمشي بالشكل اللي بيخدم مصالحك وبيعطيك طاقه وحيويه. بتتابع الحظوظ مع انتقال القمر للحمل يومي الاربعاء والخميس، يعني للبيت الثاني بيت المال والمكاسب، بيعطيك طاقة وقدرة حتى تساوم وتفاوض، بتبيع تشتري، أيام حلوة مثمرة على كافة المستويات، بقدم لك الحظ الفرص السهلة وتكون جاهز لاقتناص الفرص، وحتى كمان جاهز لتطوي صفحة من الماضي. رح تشعر بثقة كبيرة بنفسك وتلاقي الدعم والتأييد والمساعدة مع انتقال القمر لبرج الثور نهار الجمعة. هالأمر بيدفعك له مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة، بتناقش بذكاء ومهارة. نهار حلو بيوفر لك فرص استثنائية للسفر، للحب، للعلاقات الحلوة والعزمة. عاطفيا رح يكون بانتظارك انفراجات كتيرة مع وجود الزهرة ببرج الثور، وبتحصل على فرصة مناسبة لتطوير حياتك وتعزيز المشاعر وتوطيد العلاقة مع الشريك ومع الأولاد. أما العازب رح يمارس جاذبية كبيرة، بتسمع كلام حلو بوح بالحب أو حدا بيهتف له قلبك. أسبوع جيد جدا، بيحمل لك تشويق كبير، حماسة ومفاجآت استثنائية.